عامل ايه؟ اتخبيت يا حلو ولا ايه؟ صباح الفل. انت ازاي دخلت اوضه كده عليا؟ فيها يا حبيبتي ايه المواجهه الغريبه دي؟ ده بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه. انت ازاي تسمح لنفسك تخش عليا كده الاوضه؟ هو في راجل في الدنيا يستأذن من حد عشان يدخل على مراته وهي نايمه؟ هتفكريني ايه؟ فكرك ايه؟ انا هتفعك يا سام الهادي والمره احسن ويديني اطلبك للبوليس. لا 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 ما احبش كده. ما تدخليش فيها الدخله دي لحسن انا قلبي رهيف. ها؟ وما بستحملش حد يزعلني. انت عايز ايه يا راجل انت؟ عايز ايه؟ ده سؤال غلط. يعني راجل مسافر بقاله سنين ورجع لمراته اللي كانت وحشاه وتساله السؤال السخيف ده، عايز ايه؟ طبعا من فضلك انزل دلوقتي. اروح فين يعني؟ انزل تحت هغير هدومي وهنزل لك عشان نتفاهم. لا طب ما نتفاهم هنا احسن يعني، مش بيقولوا خير البر عادله؟ استاذ جلال، استاذ جلال من فضلك لو سمحت انزل هغير هدومي وهنزل اتفاهم معاك. انا بقيت الاستاذ جلال دلوقتي؟ بقيت الاستاذ جلال؟ امال فين جلجل؟ فين حبيبي؟ هي الغربه بتعمل كده في الناس. على كل حال انا هنزل استناكي تحت وهريحك زي ما انت عايزه، بس ما تتاخريش عليا. بس بالمناسبه انت طبخه لنا ايه يا زهرتي؟ مالك يا امال حصلت فيك حاجه؟ اللي بيسمى اللي اسمه جلال عايز يطلع لك فوق اوضه النوم، وانا قمت كده بسرعه عشان احوشه رجلي اتلوت. معلش يا امي. ليه نشك في قلبه؟ تعالي وعلي في السرير. طب مش معلش معلش بعد اجيب لك الدكتور دلوقتي يا حبيبتي. انا عارفه البلاوي دي بتتحدث عليا بس منين؟ طب وانت عملتي ايه معاه؟ صحيت من النوم لقيته قاعد جنبي في السرير. تصوري يا نهار اسود، ايه الجرأه دي؟ ما كلمتيش البوليس يجي ياخده ليه؟ بوليس ايه بس؟ هو عمال يحلف ان انا لسه على ذمته. الله، طلع لنا فين ده؟ طلع منين عفريت العلبه؟ انا عارفه، وبيجح كمان وعينيه تدب فيها رصاصه. عارفه الواد فريد جنبيه ايه؟ بونبونيه. هو فين دلوقتي؟ قاعد تحت. قال ايه؟ عايز يتغدى. طبعا فاكر نفسه قاعد في تكيت ابوه. انا من رايي بقى ابعتي جيبي فوزي يجي معاكي، يفضل هنا، ما تبقيش لوحدك مع الانطاجي ده. ماشي يما، هطفحه لحد ما فوزي يجي. الله، تسلم لي ايديك يا حبيبتي، بقالي سنين ما اكلتش اكله حلوه من ايديك. مش انا اللي طبخه، امي هي اللي طبخه. وماله؟ تعرفي ان هي نفسها حلو قوي في الاكل، زي نفسي بالظبط. عشان كده قلقتها على وشها ورجليها كانت هتتكسر. لا لا ما تقوليش كده زهره، انا ما جيتش ناحيتها، دي اللي جرت ورايا عشان تمنعني ان انا ادخل عليك. طب بذمتك في حد في الدنيا يمنع راجل ان هو يدخل على مراته يعني في اوضتها؟ مراته ايه؟ انا مش فاهمه انت ليه غاوي ومصر ان انا على ذمتك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه يا زهره؟ هو انا هكدب عليك في حاجه زي دي؟ خلاص يا ستي، الميه تكدب الغطاس. انا هجيب لك الاعلان اللي المحضر سلمك صوره منه. انت رايحه فين؟ امري لي بكوبايه شاي سخون تقيله، خمس معالق سكر. خمس معالق سكر؟ ليه؟ هتسقي فيها؟ حلوه حلوه. تعرف ان انت لسه دمك خفيف قوي؟ انت فين يا زفت الطين؟ تعالى خلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. بقول لك يا زهره، ما تفتحيش معاه اي مواضيع ولا تتكلمي معاه في حاجه لحد ما اوصل. اشغليه بأي حاجة. كويس انه اتغدى، حطي له حاجات حلوة بقى كده اشغليه بيها لحد ما اوصلك. ما تقلقيش، كلها 10 دقايق واكون عندك. يلا مع السلامة على طول اهو. ايه؟ انت مستنية حد ولا ايه؟ المحامي بتاعي. الجدع الرخم المبعجر ده، انا مش فاهم ايه لازمته. كل الحلويات اللي قدامك وانت ساكت. أنا أكلت، أنا كده 100 100. التانك جميل. وبعدين أنا متعود إن أنا بعد الغدا أريح ساعتين، تيجي نطلع فوق نريح. أنت فاكر نفسك داخل لوكاندا؟ لا يا حبيبتي، أنا داخل بيتي. بأمارة إيه بيتك؟
بأمارة ان انت مراتي واي حاجه تملكيها تبقى ملكي. ده انت راجع من الخليج ايه مستنصح قوي؟ طب ما انت عارفاني يا زهره، ما انت عارفه جوزك، انا عارفه ان انا طول عمري ناصح، وبعدين المساله دي مش جديده عليك يعني. يظهر المبعجر وصل. بقول لك ايه، لم لسانك معايا، انا مش عايزه مشاكل. انا برضو بتاع مشاكل يا زهره. طب ده انا حتى ما بكرهش حاجه في الدنيا قد المشاكل. اهلا يا فوزي. السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمتر. اخ جلال، ايه اللي جابك هنا؟ احنا مش اتفقنا ان كل حاجه والاتصالات تبقى عن طريقي؟ يا راجل اقعد خد نفسك شويه بدل ما انت داخل فاتح صدرك وحامي قوي كده. تخيل يا فوزي، تخيل من قله ادبه اصحى من النوم الاقيه نايم جنبي في السرير. لا اخ جلال، المشاكل اللي من النوع ده ما تنفعش معانا احنا خالص، وانت لحد دلوقتي في وجهه نظرنا مجرد زوج سابق لحد ما تجيب الورق اللي تثبت بيه الكلام اللي انت بتقوله. وبعدين دي الاصول يا استاذ جلال، ولا السفر نساك الاصول ولا ايه؟ خلاص يا سيدي، انت هتعمل لي محاضره وتفتح لي جعورتك اللي تشوفوه. احنا مش عايزين نشوف منك حاجه غير الورقه اللي تثبت بيها ان كلامك ده حقيقي. يا سلام، انا مستعد دلوقتي يا اخويا اروح اجيب لكم الورقه اللي تثبت ان كلامي ده حقيقي. اول مره اجيب شنطه هدومي عشان نكمل بقى بقيه حياتنا هنا. لا، الموضوع ده تنساه تماما. انا كل اللي اعرفه اني مشيت من بورسعيد وانا متطلعه منك. جرالك يا زهره، ما قلت لك ان رديتك ومعايا ورقه بامضيتك، ولا احنا اللي بنقوله هنعيده؟ والله العظيم لا استلمت منك ورق ولا مضيت على حاجه. خلاص يا حاجه زهره، احنا كل اللي بيننا وبينه الاعلان وعليه توقيع. الله الله، ده انت بقيتي بركه، بقى اسمك الحاجه زهره، ده انت ربنا فتح عليك من واسع. بص يا استاذ جلال، مش معنى ان انت تجيب لنا ورقه عليها امضه تبقى بتاعتها. اديك سامع ايه بتقول لك ما مضيتش على حاجه، يعني الموضوع فيه تزوير وهنوصله للنيابه. وماله يا سيدي، انت هتخوفني؟ نيابه نيابه، ان شاء الله توصل حتى للفيفا. طب من فضلك يا جلال، بعد اذنك بقى عشان انا عندي شغل دلوقتي. الله 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 الله، انت بتطرديني بالذوق يا حاجه زهره؟ لا خالص يا سمح الله، بس انا بتهيالي قمت معاك بالواجب والزياده. يا ستي اذا كان على الواجب كتر خيرك، لكن معلش ملحوقه، احنا على كل حال ميعادنا بكره ان شاء الله، مش كده؟ بكره. تحبي الساعه 6 الصبح؟ ليه 6 الصبح؟ جاي تبيع لي لبن؟ انا ست شقيانه لازم استريح وانام. 6 الصبح ايه يا عم حسين الجسمي؟ خليها الساعه 8 بالليل، محدش فاضيلك. وايه المواعيد بتاعت الظلام الدامس ده؟ بقول لك ايه؟ بتيجوا نخلي الميعاد عندي في الاوتيل، وبالمره تجهزي شنطتك، جيبي كام طقم كده يحسسوني بالدفى زي زمان. اهو نقضي كام يوم يعني، شهر عسل جديد يا بت. شهر عسل جديد يا بت؟ انا مش فاهمه انت شاغل نفسك بالشنطه اللي رايح جاي بيها دي، انسى. لسه بدري يا استاذ، لسه بدري قوي، في تحقيقات ونيابه وشهر عقاري وطب شرعي. اوه انت لبا لبا خلاص. وخبير خطوط كمان يا استاذ. وماله يا سيدي، هتاخد لها ايه الحكايه دي؟ شهر شهرين ثلاثه مش مشكله ابدا يا متر، كاني مسافر ولسه ما رجعتش. ان شاء الله مش هترجع جامعا ان شاء الله. انست وشرفت يا استاذ. يعني انت مالك؟ انت مين انت؟ انت ايه؟ انت ليه يعني تقول لي انست وشرفت؟ انت مين؟ خلاص يا عم، لا انست ولا شرفت، اتكل على الله بقى، مع السلامه. لا ده انت مصر تبقى قليل الادب وصليت اللسان، ده انت ما تربيتش دقيقه واحده، انت مالك انت؟ ده كان بيت ابوك. واضح ان انت الكرافته دي بقى غرتك فيا، ممكن ابقى بلطجي في ثانيه واحده. البيت بيت انا، شرفت وانست. انا مش عارفه يا زهره يا بنتي ازاي كنت مستحمله الجدع ده، ثقيل قوي. اعمل ايه بقى يا امه؟ اسمتي انت شايف ايه بقى يا استاذ فوزي؟ والله يا ماما انا مش مطمن. مش مطمن ليه؟ انا قلت لك والله العظيم ما مضيت على حاجه. بس ده مالي ايديه قوي من كلامه يا زهر، وده دليل على ان حد قلد امضيتك بالظبط. ربنا يأذي اللي عمل فينا العامله السودة دي. بس ياك اللي اسمه فريد ده ما يزودش البلاطينة ويروح يبلغ في النيابه هو كمان. انت يا بنتي ذنبك ايه في ده كله؟ ذنبها ان احنا ماشيين اكتر على القانون يا حاجه، لكن مشاكل الجواز دي المفروض اللي يحكمها الشرع بس، زي قوانين الورث والحاجات دي حد يقدر يعوض ناحيتها؟ لكن قوانين الاحوال الشخصيه دي بقى لازم تتلغي، واللي يمشي اللي تقول عليه الشريعه الاسلاميه. طب انا اعمل ايه مع اللي اسمه فريد ده دلوقتي؟ ده عايز يا اما يشاركني يا اما يبلغ عني ويدخلني السجن. ولا يهمك، اذا طلع كلام اللي اسمه جلال ده في شنك ما تشيليش هم للموضوع ده خالص ولا كانه حصل. طب وماجد؟
انت نسيت ماجد يا فوزي؟ انا مش عارفه لو رجعت له الذاكره ممكن يعمل معايا ايه. عرفت هتعمل ايه بكره ان شاء الله؟ طبعا يا حاج، هاخد مدام حليمه واسافر بيها اسكندريه عشان تشوف اخوها. بس ما تتاخروش، تخليها تشوفه وترجعوا على طول. حاضر يا حاج. هو سعادتك اديت خبر لنوال؟ لا لا لا، ايه الغشوميه بتاعتك دي؟ ادي خبر لنوال ازاي؟ انا لو قلت لها جايز تخليه ما يشوفش اخته، دي بنت لهيمة انا عارفها كويس. تمام تمام يا حاج. بقول لك ايه، خلي الواد خليل يعدي عليا بكره ضروري. عايزه في حاجه يا حاج؟ انت مالك يا اخي، انت كل حاجه تحشر مناخيرك فيها. انت تعمل اللي بقول لك عليه وانت ساكت. حاضر يا حاج. اي امور تانية؟ شو هالعز ها؟ كله من خير الحاج فرج، هو اللي جايب لها الفيلا دي عشان اخوك اسم النبي حرص وصايم. ده يظهر مفيش حد جوه ولا ايه؟ لا يكونوا نايمين. مش وقت نوم يا حاج، هو ده وقت نوم. طيب لا تكون انت غلطان بالعنوان. بقول لك الفيلا جايبها الحاج فرج وانا اللي جايبها، ابقى ازاي غلطت في العنوان؟ اهي الست نوال جت اهي. ازيك يا استاذ منتصر؟ اهلا ست نوال، الحاجه حليمه مرات الحاج فرج. اهلا وسهلا. اهلين فيكي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي حضرتك. اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. شكرا. خير يا استاذ منتصر؟ الحقيقه يا ست حليمه عرفت ان ماجد اخوها لسه عايش فحبت تشوفه. ايه الله يخليكي، انا راح جن راح روح على عصفوري اذا ما شفته لماجد. الحاج عارف؟ ايه بيعرف، وهو اللي بعتني مع الاستاذ منتصر مشان شوف اخي ماجد. غريبه، رغم انه ما كانش عايز حد يعرف. ايوه بس ده كان قبل ما يحصل اللي حصل. ايه اللي حصل؟ جوز الست زهرة الاولاني زهر جلال. ايوه جلال، وبظهوره بقى يبقى جوازات الست زهرة كلها اللي بعد جلال تعتبر بطل. بس اللي انا اعرفه ان جلال مطلق زهره من ايام بورسعيد، ومن حسن الحظ انه رجعها. يبقى اكيد غيابي بقى، لان زهره قالت لي كلام غير كده خالص. هو الحقيقه محدش متاكد من حقيقه الموضوع ده، لان خليل اخو زهره بيقول ان جلال ده معاه صوره من اعلان زهره برضاه، وزهره ماضيه عليه بالاستلام والعلم كمان. معنى كده ان مشكله الحاج ما بقتش مع ماجد وفريد، بقت مع جلال. بالظبط كده. وانت يا ست حليمه عايزه تشوفي ماجد؟ يا ريت. الحاج قال لي انك شفتينا مع بعض قبل كده. ايه انا شفتكم. بصراحه يا ست حليمه انا خايفه من الموضوع ده. ومن شو خايفه يا حبيبتي؟ انت اصلك ما تعرفيش انا بحب ماجد قد ايه، وما صدقت اتجوزه. خايفه خايفه لو شافك ترجع له الذاكره. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت ترجع له الذاكره ويتذكرني. معنى كده ان هو هيسيبني ويرجع لزهر. انت ما بتريدي له الخير. الخير اللي بريده ان ماجد يفضل جنبي انا. وانا حبيبتي شو بدي ساوي؟ والله رح اجن اذا ما شفته لاخي. انا ما الي لا اخت ولا اخ بهالدنيا غيره هو، وانا والحجي اللي ربيناه من بعد ما ماتوا امي وابي. طب انت ممكن لما تشوفيه ما تقولوش انك اخته؟ وليش حبيبتي حتى ما اقول له؟ علشان ما يتاثرش. الدكتور قال ان هو لو شاف اي حد يفكره بماضيه ممكن ينهار. ان شاء الله بعيد الشر عنه، بس يا رب يتذكرني. انا كمان عايزاه يتذكر، بس صدقيني واحده واحده، علشان يفضل عارف ان انا مراته، وعشان ما يضيعش ما بين حياته القديمه اللي عاشها وما بين حياته الجديده.
صدقيني يا ست حليمه، ماجد لو رجعت له الذاكره فجاه هيتدمر. ما بتهيأليش يا ست نوال اللي بتقوليه ده ممكن يحصل، لان المعلومات اللي عندي عن فقدان الذاكره ان الشخص اللي بيفقد الذاكره ده وبترجع له الفتره اللي كان فاقد فيها الذاكره دي بتتلغي تقريبا من حياته، بتعتبر منسيه. الخوف بقى ان الكابتن ماجد لما ترجع له الذاكره ويلاقيكي جنبه يسال ايه اللي جابني عندها او ايه اللي جابها عندي. صح؟ بصراحه هو ده اللي انا خايفه منه. انتوا ما تعرفوش انا بحب ماجد قد ايه. انا ما اقدرش اتخيل نفسي اعيش من غيره. صدقيني انا ممكن اموت. ان شاء الله بعيد الشر عنك تقبري قلبي. ماجد وصل، ابوس ايدك. ما تقوليش انك اخت. لا لا، مرحله مرحله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه حبيبي. استاذ عبد التواب زميلي في الشركه، مدام سلمى مراته. اهلا وسهلا، فرصه سعيده. اهلا اهلا يا استاذ ماجد. اهلا استاذ ماجد. واضح من لهجه حضرتك انك مش مصريه. من سوريا يا حبيبي. انا من حلب. حلب؟ انا متهيألي ان انا شفتك قبل كده. وين شفتني؟ مش فاكر، بس انا حاسس. لا لا، انا متاكد ان انا شفتك قبل كده. هتكون شفتها فين بس يا حبيبي؟ على العموم انا مراتي يعني ما خرجتش من حلب خالص، انا اتجوزتها في حلب وجبتها على اسكندريه على طول، يعني ما راحتش اي حته تانية. طب اتفضلوا نقعد، يعني مش معقول نفضل واقفين. اتفضلوا اتفضلوا. انا كمان من سوريا. من وين من سوريا؟ الحقيقه انا مش فاكر، اصل انا حصلت عندي شويه مشاكل، لكن مراتي نوال قالت لي ان انا كنت عايش هنا في مصر بقالي مده طويله. وكمان الاستاذ انا بيتهيألي ان انا شفتك قبل كده. انا ممكن يعني، لان انا اصل الصراحه انا بتنقل كتير، يعني ممكن تكون شفتني في حلب او في القاهره او في اي حته تانية. والله على العموم اهلا وسهلا. طب يا مدام سلمى، كونك من سوريا ممكن تساعديني اعرف عن نفسي شويه تفاصيل هناك؟ سوريا بلد كبيره قوي يا حبيبي، وبعدين مدام سلمى عايشه هنا طول عمرها، مش كده يا مدام؟ بلى، سوريا كبيره كتير ومحافظاتها كتيره، يمكن حضرتك من غير محافظه. عندك حق، انا متاسف، اصل الغريق بيتعلق في قشايه كده. برضه يا حبيبي تبقى عايش مع مراتك حبيبتك وتقول على نفسك غريب؟ لا انا ما اقصدكيش انت يا نوال. طيب يا جماعه انا هقوم اجهز لكم الغدا. لا لا معلش، مش هينفع. لا ازاي بقى، احنا ميعاد غدا لازم نتغدى سوا. لا معلش، مره تانية ان شاء الله. سامحونا، اصل احنا الحقيقه مرتبطين، يعني معزومين على الغدا عندنا اصحابنا. يلا ضروري نشوفكم مره تانية يا جماعه. ان شاء الله اكيد هنشوفك مره تانية يا كابتن ماجد. بإذن الله، مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي، نشوف وشكم بخير إن شاء الله. يلا مدام تفضلي تفضلي. يلا السلام عليكم. أنست مشرفت، بتفضل. يلا حبيبي قوم غير هدومك عشان اجهز لك الغدا. انا متاكد ان انا شفت الناس دول قبل كده. اكيد شفتهم يا حبيبي عندي في الشركه. شركه ايه يا نوال؟ ده انا حتى ما رحتلكيش الشركه، انا كنت باخدك من قدام الشركه. يبقى شفتهم وهم خارجين مع الموظفين. جايز؟ لا مش جايز، ده اكيد. انا هقوم اجهز لك الغدا.
عندك دليل على اتهامك لزوجتك السيدة زهرة على الله مرزوق بتعدد الأزواج؟ حضرتك ممكن تشد الأزواج لحد هنا وتسألهم بمعرفتك، وإذا أنا طلعت بكذب يبقوا يسجنوني بتهمة إزعاج السلطات أو البلاغ الكاذب. ده أنت مذاكر قانون بقى. وغلاوة الحكومة عندي أنا واثق من كل كلمة بقولها. في حالة استدعائهم هي دي أساميهم وعناوينهم اللي موجودة في البلاغ؟ أه يا باشا، وأرقام الموبايل كمان، بس الحقيقة في فردة ناقصة. البركة فيكوا بقى. أمرنا نحن رئيس النيابة باستدعاء الآتي أسماءهم للتحقيق. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده استدعاء من عبد الحميد إبراهيم رئيس النيابة. خير، في إيه؟ كل اللي أعرفه إن في واحد مقدم بلاغ في ست حرمكم. حرمي أنا؟ مين فيهم؟ هو حضرتك متجوز كام واحدة؟ واللي أنا أعرفه إن البلاغ بتعدد الأزواج مش عدد الزوجات. يبقى عملها فريد. طب ليه كده يا فريد؟ ما احنا كنا هنحلها من غير نيابة ولا محاكم. ماشي ماشي يا فريد. استدعى بخصوص ايه؟ طب انا هعدي بكرة على النيابة واشوف ايه الموضوع بالظبط. لا يا حاج، انت مش متهم، انت هتكون شاهد او مجني عليك. لا اطمن يا حاج اطمن. مع السلامة. مالك يا زهرة، في ايه؟ خضتيني. في اخبار زي الزفت يا حمزاوي بيه. ايه؟ ايه اللي حصل؟ شفت اللي عمله قريبك فريد؟ قريبي ولا جوزك؟ المهم عرفت. في مصيبه تانية. كنت زمان متجوزه واحد وكنت فاكره ان انا اتطلقت منه. راجع دلوقتي بيقول ان هو ردني وانا ما اعرفش. والمعلومه دي كمان انا عرفتها. عرفتها منين؟ سبق وقلت لك ما تسأليش السؤال ده قبل كده يا زهر. ايوه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انت ما فيش قدامك غير حل واحد. ايه هو الحل؟ انك تسيب البلد. تقصد اهرب؟ بلاش الكلمة دي وحياتك. انتي هتسافري معززة مكرمة. هسافر اروح فين؟ تسافري اي بلد ما يكونش فيه بينا وبينها اتفاقية تسليم ناس عليهم قضايا. وفلوسي واهلي انت لازم تصفي كل حاجه. انا جالي استدعاء من النيابه عشان مساله تعدد الازواج. واستلمتيه؟ انا قلت لك في التليفون ما كنتش موجوده، حتى امي ما رضتش تمضي عليه. كويس قوي، عشان لو حبوا يستدعوكي تاني اي حد يقول لهم انك مسافره وعندك شغل. وانا بقى هتهبب اروح فين؟ ايوه، تسافري فين؟ تسافري فين؟ انت لازم تسافري بلد يكون فيها ناس هربوا قبل منك عشان يساعدوكي. بس تسافري فين؟ تسافري فين؟ انجلترا يا فوزي. انجلترا مرة واحدة بس كده؟ انت هتبعدي عنا قوي يا زهر. حمزاوي بيبي يقول لي ان دي أأمن بلد ليا وان في ناس كتير هربانة هناك. بس هتهربي ازاي ولا هيخربوك ازاي يعني وانت طويلة كده؟ حمزاوي بيبي يقول لي من الناحيه دي ما تشيلش هم خالص. هو حمزاوي ده بيشتغل ايه بالظبط يا زهرة؟ ما يكونش متعهد تهريب رجال الاعمال الى خارج الوطن؟ احنا فضلنا قد ايه من القروض اللي احنا واخدينها من البنوك؟ 200 مليون جنيه. حلوين، حولهم لي كلهم على حسابي بره. حولهم لي كلهم ازاي بس يا زهرة؟ ده كده هتبقى خبطه كبيره قوي. ولا كبيره ولا حاجه. المهم انا بعد ما اسافر عايزاك تصفي كل اللي تقدر عليه وتحصلني على هناك. توصلي بالسلامه ان شاء الله. وهتاخدي من معاكي؟ الولاد بس. طب وامك؟ ما انت عارفه يا فوزي مش عايزه تسافر. انا هقعدها هنا معززه مكرمه وهسيب لها كل الفلوس اللي تحتاجها. فلوس ايه يا زهره؟ انا خايف عليها من اخوكي، ما انت عارفه دماغه ممكن تلسع منه كده ولا كده، هيقلبها في القرشين اللي انت هتسيبهم لها. امي؟ انت نسيت امي يا فوزي ولا ايه؟ امي عند الفلوس محدش عارف ياخد منها مليم، تقرقشه بسنانها. طب وهتعملي ايه في موضوع جلال؟ انا الورقه دي ما شفتهاش قبل كده. يعني دي مش امضتك؟ لا مش امضتي، والورقه دي ما شفتهاش قبل كده ولا حتى استلمتها. بعد اذنك يا استاذ جلال، فضلك وريني الورقه دي كده. اتفضل يا متر. يا
الورقة دي بقى يا أستاذ جلال مؤاخذة يعني تلفها وتحطها في جيبك. الإمضة دي مزورة يا أستاذ. يعني إيه مزورة؟ يعني أنا خدتها زورتها؟ الورقة دي استلمها المحضر وراح القسم خد معاه واحد عسكري وراح لقاها. أنا مش قصدي يا أستاذ جلال إن أنت اللي زورتها، اللي استلم الورقة دي هو اللي زور إمضة الحاجة زهرة. يا سلام، وإيه مصلحته في كده؟ يعني أنت عايز إيه دلوقتي يا جلال؟ عايز أقولك إن أنت مراتي شرعاً وقانوناً. يعني إيه بالعافية؟ لا مش بالعافية، لكن بالأصول. طب أنت بقى مش جوزي. بالعافية؟ لا بالأصول. أنا كل اللي فاكراني كنت على ذمتك وأنت طلقتني، عشان كده اتجوزت. جوازك ده باطل يا ست زهرة. اهدى علينا بس يا عم الحليوة، مش في نيابة ومحاكم؟ خلاص يا سيدي روح النيابة واعمل ما بدالك. هو الموضوع كده؟ أيوه كده. وأعلى مفخلة تركبه، بس اوعى بقى تقع من عليه. لا خفيفة الظل، بس لعلمك يا زهرة أنا هدفعك التمن غالي قوي. لو ليك حاجة عندي ما تعالى خدها يا جلال. وماله، بس ما ترجعيش تعياطي يا شطرة. امشي اطلع بره يا جلال. حاضر، أنا هتفضل أطلع بره النهاردة، بس من بكرة هتفضل قوي، هتفضل بس جوه هنا مش بره، وساعتها بقى ما فيناش من العيط. اتفضل يا استاذ. ورد ورد، انا عشت معاك شهرين بالعافيه، عايز اكمل بقيت حياتي معاك؟ انا كنت موت نفسي الله يخرب بيتك. خلاص يا زهره خلاص، انا اطمنت ان الامضه دي مش بتاعتك، كده كل حاجه معانا. انسي وارمي ورا ظهرك، انت مش مسافره، انسي. حبيبتي مالك النهارده؟ في ايه؟ اقعدي يلا، انا عايزه اتكلم معاكي شويه. خير يا حبيبتي؟ انا مسافره بكره ان شاء الله. ايه عندك شغل ولا ايه؟ لسه مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ يعني يمكن اسافر بره البلد اقعد فتره طويله، ما اعرفش ارجع دلوقتي. يعني ايه مش فاهمه؟ حسبيني هنا انا وولادك؟ لا يا اما، انا هاخد العيال معايا، انت ما تقدريش عليهم. انا عارفه طبعا ان انت ما تقدريش تسافري معايا، ولازم يكون حد هنا عشان ما يحسوش ان انا خرجت بره البلد. عشان ايه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا لو استنيت انا يا اما هخش السجن. يا صوتي بتقولي ايه؟ سجن؟ عملتي ايه يا بنتي؟ ما عملتش حاجه يا اما. حبيبتي يا بنتي، ستي عارفه في ناس كتير قوي عايز تأذيني في شغلي، وانا لازم احل مشاكلي، بس لازم اكون بره البلد يا اما هيدخلوني السجن. ادي اوضه. تلاقيش ان شاء الله خير باذن الله. مدام زهره. افندم اتفضلي معانا. على فين؟ في ايه يا حضره الضابط؟ حضرتك مين؟ انا المحامي بتاعها يا فندم. مدام زهرة مطلوب القبض عليها. تفضل يا ابو ناسب. اهلا
مساء الخير. تعالى بقى هوريك حاجه تعجبك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله، نقي بقى كل اللي نفسك فيه. ايه ده؟ سحلفه دي ولا ايه؟ لا دي استاكوزا. الله، طب ما نشرب عليها حجرين. هي دي الاستاكوزا؟ ايوه. طب اشولنا سته سته استاكوزات، واعمل لنا اثنين استاكوزتين بالصلصه كده وكابوريا بقى. اقول لك عندكم حوت، هاتوا لنا على الترابيزه ونخلص عشان. يلا حضروا لنا شويه سمك كده. يلا الله. يلا تعالى بقى. تعالى بقى، عايز اخش في الموضوع بقى بتاع اختك زهرة. لا انا المرة دي بقى جاي لك بموضوع جديد لانج ما كانش على بالك وهيعجبك يا جلجل. يعني ايه؟ ناوي تجوزني على اختك ولا ايه؟ اتجوزك ايه وانا شغال خطب ولا ايه؟ انا هخليك تقابل الحاج فرج. ويطلع مين بقى الحاج فرج ده؟ حاج فرج ابو اليسر. ايه ما تعرفوش ولا ايه؟ يا عم قول لي، عرفني نورني. هعرفك كل حاجة. يلا الاستيكوزات بسرعة، استيكوزات. بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. ماشية في بحر الحياة بحلم ألاقي الشط وأشوف أرض النجاة من بعد زي الخط. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى، كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. من يوم ما خدني بحر الحياة ما لقيتش مرسى، كل حكاياتي تبدأ بفرحة تقلب بكارثة. ولا عمري يوم تكمل لي ليه أنا أي فرصة. ولا عمري يوم تكمل.